اسمحوا لي دلوقتي أرحب بالمنسق العام والمتحدث باسم مهرجان العالمين الجديدة الإعلامية منى عبد الوهاب. شكرا جمانة. من حقل ألغام لمدينة ترفيهية آمنة جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، أهلا بكم في مدينة العالمين الجديدة. قبل أن نبدأ الحديث عن المهرجان، لابد أن نبعث برسالة شكر وعرفان للمبدع الراحل الأستاذ وحيد حامد في ذكرى رحيله. ندعو له جميعا بالرحمة والمغفرة، ونذكر أنفسنا ونذكركم أن المبدعون لا يرحلون. وحيد حامد باق بيننا بإبداعاته. نظرا للظروف والأوضاع الراهنة، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تطلق النسخة الثانية للمهرجان بشعاره العالم عالمين، رافعة علم فلسطين الحبيبة، حرا يرفرف بعزة وكرامة جنبا إلى جنب مع العلم المصري. جاء هذا القرار بناء على قرار الشركة بتخصيص 60% من أرباح المهرجان لدعم أهلنا في فلسطين، يعني كل عائلة مصرية وعربية تشارك في فعاليات المهرجان تدعم عائلة فلسطينية. لتخرج إلى النور النسخة الثالثة لمهرجان العالمين الجديدة، اشتغل عليه أكثر من 50 شركة مصرية وأكثر من 50,000 أيدي عاملة مصرية، من أول اللي فكر وخطط ورسم لحد اللي بنى واللي شال واللي عملوا اللمسات الأخيرة. بنقدم لهم جزيل الشكر، وهنستعرض مع حضراتكم بعض فعاليات المهرجان. مهرجان الموسيقى بيشمل أكتر من 10 حفلات لأحب النجوم المصريين والعرب. أما مهرجان الطعام فهو فيه فعاليات، منها وأهمها حفلات التذوق أو فعاليات التذوق، ودي اللي أكيد كتير جدا من حضراتكم هيكون موجود فيها. مهرجان الرياضة وفيه بادل وكرة طائرة وسلة وكثير من الفعاليات الرياضية والنشاطات والمسابقات كمان لذوي القدرات الخاصة. مهرجان الترفيه وهو بيبدأ الحقيقة بدعم صناعة المسرح المصري، بيتعرض فيه أكتر من 6 مسرحيات، على رأسها مسرحية مهمة جدا كل ممثليها هم من شباب ووجوه جديدة، هي مسرحية استعراضية مجتمعية راقصة إنتاج شركة دي اس بلس. مهرجان نبتة، لأول مرة في مصر بيتم تدشين مهرجان خاص بالطفل